مساء الخير من القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. السيسي وسلمان قمة على هامش القمة. ورويترز، الرئيس والملك خرج أثناء كلمة تميم. الحكومة تقر أكبر موازنة في تاريخ مصر. وحشية أب في منشئة ناصر. وإليكم تفاصيل النشرة. لقاء القمة في القمة العربية. فقد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الملك سلمان بن عبد العزيز على هامش القمة العربية المنعقدة حاليا بالأردن، في أجواء تؤكد عودة التقارب بين البلدين، حيث خرج الرئيس والملك معا إلى خارج القاعة في إشارة إلى وجود نية مشتركة لتنقية الأجواء. من جانبه، علق أحمد الجار الله رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية على اللقاء بقوله إن العلاقة بين الزعيمين أكبر من أي خلافات وأكبر من أي ادعاءات من الإخوان وأعداء العرب ومجلس التعاون، فيما أشارت رويترز إلى أن الرئيس السيسي خرج بصحبة الملك سلمان خلال إلقاء أمير قطر كلمته أمام القمة. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد طلب خلال كلمته بالقمة المنعقدة في عمان بموقف عربي قوي يستعيد وحدة الصف، مشيرا إلى أن أنظار الشعوب العربية تتطلع إلى الوقوف بحسم في مواجهة الأخطار التي تواجه الأمة. وقال الرئيس إن معركة العراق ضد داعش معركتنا جميعا، مشددا على دعم الحل السياسي في اليمن استنادا للقرارات الدولية والمبادرات الخليجية ودعم الفرقاء الليبيين لحل الأزمة عبر الحوار، معربا عن تمسك مصر بالحل السياسي لأزمة سوريا لاستعادة وحدتها وسلامتها، مشيرا إلى موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية المستند إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 67. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إنه لمن دواعي الأسف أن نرى بعض القوى تستغل الظروف غير المسبوقة التي تمر بها منطقتنا لتعزيز نفوذها وبسط سيطرتها، فقامت تحت مسميات وتبريرات مختلفة بالتدخل في شؤون الدول العربية، سواء من خلال التدخلات السياسية أو العسكرية والأمنية، لا يعنيها في سبل تحقيق ذلك أن تتفكك مؤسسات هذه الدول أو أن تتهدد وحدة أراضيها وسلامة شعوبها. وأقول لكم بكل الصراحة والصدق أننا يجب علينا جميعا اتخاذ موقف واضح وحاسم إزاء هذه التدخلات، موجهين رسالة قاطعة بأننا لن نسمح لأي قوة كانت بالتدخل في شؤوننا، وأن كافة المحاولات التي تسعى للهيمنة المذهبية أو العقائدية أو فرض مناطق نفوذ داخل أراضي الدول العربية ستواجه بموقف عربي موحد وصارم، عازم على حماية مؤسسات الدولة الوطنية وقادر على صيانة مقدرات الشعوب العربية والوفاء بحقوقها في العيش الكريم والتنمية. من جانبها، طالبت فيدريكا موغريني الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في كلمتها خلال القمة العربية بتنفيذ آلية تكون بمثابة قنوات اتصال عملية بين الدول العربية والعالم، قائلة إن التعاون بين أوروبا والعالم العربي بات ضروريا لمواجهة التحديات الراهنة، مشيرة إلى أن المبادرة العربية لحل القضية الفلسطينية لها دور حيوي في تحقيق السلام، وعلينا العمل للوصول إلى حل عادل وشامل، ونؤمن بأن حل الدولتين هو الحل الأمثل لإنهاء النزاع. أكبر موازنة في تاريخ مصر. فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة والخطة الاستثمارية، وأكدت الحكومة أن الموازنة تهدف إلى تحقيق الضبط المالي من خلال زيادة الإيرادات مع ترشيد الإنفاق العام، كما تستهدف الموازنة زيادة معدلات النمو والتشغيل خاصة في القطاعات الصناعية والزراعية. فيما قال الدكتور عمرو الجرحي وزير المالية إن حجم الموازنة يقترب من تريليون جنيه فاصل اثنين، وإيراداتها تقترب من 820 مليار جنيه، موضحا أن الفائض المستهدف 11 مليار جنيه، وأنه سيتم رفع الموازنة لمجلس النواب. هذا وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إن الحكومة تهدف في خطتها للتنمية الاقتصادية إلى التوسع في الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية والاهتمام بالتنمية البشرية والعدالة الاجتماعية، وهناك تركيز على زيادة الصناعات المعتمدة على المنتج المحلي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكدت الوزيرة أن هناك زيادة في الاستثمارات العامة بنسبة 15% وزيادة الاستثمارات في قطاع الصحة والتعليم، من بينهم 60% في قطاع الصحة و40% لقطاع التعليم. الوحوش أكثر رحمة. فقد نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في إلقاء القبض على الأب قاتل طفله الرضيع
البالغ من العمر 3 أشهر بعد تعليقه في مروحة السقف. واستمعت نيابة منشأة ناصر لوالدة الرضيع مؤكدة أن ابنها تعرض لجميع أنواع التعذيب والضرب، مشيرة إلى أنها متزوجة منذ 1.5 عام تقريبا وتعيش في جحيم مع زوجها الذي يعتدي عليها كل يوم، كما أنه لم يحضر ولادة الطفل. وتبين من المناظرة تعرض الرضيع للعض في أنحاء جسده وأثار للكدمات على الوجه والظهر وتورم في الوجه وأسفل العينين. إلى هنا انتهت نشرتنا، ألقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.